حضرتك بقوم من النوم أعاني من ألم شديد في الجزء الأسفل من الظهر. تمام. وعلى مدى اليوم كان بيروح، ولكن أنا يعني مدى الحركة اليوم يروح، بالنهار مع الحركة يروح. بيروح أيوة. وبعدين ذهبت إلى أحد الأطباء فطلب مني أشعة وطلب مني تحاليل وكذا. أيوة. وأعطاني بعض الأدوية. أيوة. وبالفعل يا دكتور الحمد لله رب العالمين تعافيت تماما. تمام. ولكن فوجئت انه بدأ سنة يعودني مرة اخرى. برضو نفس الشكوى. لعلم حضراتكم انني اعاني من مرض السكر النوع الثاني واعالج باقراص. ايوه. وسني 66 سنة. ويعني الوزن مش تقيل الحمد لله، يعني ابلغ من الطول 176 سنتي. الوزن حوالي 84-82 حاجة زي كده. طيب. هل بقى نفس الشكوى انك وانت قايم من النوم الصبحيه بتشعر بألم في ظهرك ويقل مع الحركه؟ هو بعد عقب تناول الكورس اللي اداه لي الدكتور انتهى الموضوع صراحه. تمام. ولكن بدأ يعودني على خفيف، وانا في خوف لا يعودني مره اخرى. ف اللي حضرتك تنصح بيه انا تحت امرك. طيب هل بتعاني من حرقان في البول او احتقان في الزور؟ لا، حرقان في البول. تمام خلاص. عندك اي سؤال تاني يا دكتور؟ في مرض سكر والتهابات في البول. تمام. لا خلاص هنسال يعني الدكتور هيجاوب على حضرتك. عندك اي سؤال تاني يا استاذ احمد؟ يا استاذه شكرا. ميرسي ليك والف سلامه على حضرتك يا استاذ احمد. برضو دكتور. احنا بنهتم جدا بسماع الشكوى من المريض بالزبط. وطبيعتها. لو هنلاحظ ان هو كان كلامه واضح جدا، انا وانا قايم من النوم بحس بالم في ظهري، بعد ما بتحرك وفي اثناء الحركه بيخف هذا الالم. طبعا ده هذه الكلام اللي احنا برضو كنا بنقول ان انا عندي الام حركيه والام التهابيه. الام حركيه يبقى الالم شديد جدا مع الحركه ويخف مع الراحه، والالام الالتهابيه الام مع الراحه او بعد الراحه وتقل مع الحركه زي ما اللي هو كان وصفها لنا. فطبعا دي النقطه دي لازم تحط في الاعتبار. هنا ما بناخد حاجه للالم وبيخف الالم ويستجيب، اذا لما ما دورناش على طبيعه الالم واسبابه يبقى احنا كده برضو المنظومه كده فيها نقص او فيها ديفو. فاحنا المفروض سالنا على هل في حرقان في البول، هل في احتقان في الزور. طبعا الموضوع ده لازم ان هو هيعمل تحليل بول، لان انا اخاف يكون في البول نوع من انواع او صديد او حاجه زي كده، هذه البؤره الصديديه تسبب هذا النوع من الالم اللي هو الم الالتهابي، اللي هو الالم يجي مع الراحه ومع الحركه يقل، وساعات بينتشر في الجسم برضه مش بيبقاش بس في الظهر بس. فانا نصيحته ان هو لازم يعمل تحليل بول، لان لو حل البول وطلع فيه صديد لازم يعالج هذا البؤره الصديديه. وفي هذه الحاله لو ادينا بقى اي حاجه الالم هتستجيب وهيبقى كويس جدا ومش هيبقى فيه اي مشكله. الحاجه الثانيه بنصحه بيها هي ضبط السكر، ويتبني يكون كنترول، يعني في سيطره على السكر بيكون في المعدلات الطبيعيه. وذكرنا من شويه ايه هو المعدلات الطبيعيه، ان هو سواء في الصايم وبعد الاكل ده يبقى تحت ال 200 وفي الارقام العاديه، او اذا كان تراكمي يبقى تحت الستة. ده المعدلات الطبيعيه للسكر. فرجاء هو لازم يعمل تحليل بول ويشوف ويعمل تحليل سرعه ترسيب كمان، يعني ممكن تكون سرعه الترسيب عاليه وهي المتسببة في هذه او بتعبر عن وجود هذه الالتهابات.